السلام عليكم ورحمة الله ازيكم يا رب تكونوا بخير النهاردة بقى يومنا يوم حلو قوي هيعجبكوا ان شاء الله طبعا انتوا عارفين في المدارس بنصحى بدري اصلا طبعا باب بحكم المدارس والولاد وكده فانا بصراحة يعني الاسبوع ده كده من ساعة ما بقيت ان انا يعني يروحوا المدرسة ما بنامش كده كده انا بودي محمد ومرام الباص بياخدها فمرام بتنزل ستة ونص ومحمد بينزل سبعة ونص فانا بصحى من الساعه ستة الصبح بخلص بقى كل حاجتهم يعني اللانش بوكس بعمله بحط كل حاجتهم في الشنط بتاعتهم وبرتب كل حاجه وبلبس مرام وبتنزل وبعد كده بصحي محمد ونبدا بقى نلبس ونجهز وبعد كده ننزل لما باجي بقى من بره بشوف اول حاجه هعملها ايه اول حاجه بدخل على الاوضه بتاعتي برتبها لو عايزه اغير ملايه بغيرها المهم ان انا مش بنام بصراحة الوقت ده فرق معايا جدا جدا يعني كم ساعة بتوع الصبح دول لما بتخلصي فيهم كل حاجتك قبل ما الولاد ما ييجوا بتحس ان انتي طول اليوم فعلا فاضية تذاكري معاهم وبقى تشوفي طلباتهم انت ذات نفسك تلاقي نفسك وقت فبصراحة يعني حاولوا ان انتم ما تناموش فعلا بعد ما الولاد يروحوا المدرسة كده خلصت الاوضه بتاعتي نظيفة يعني وما فيها اي حاجه رتبت بس السرير غيرت يعني اقصد الملايه بتاعتها ورتبته كده وخلاص وهنا جبت اللي هو عارفين اللي هو كيس الدوني عايزه اقول لكم تحفه الكيس اللي هو الاصلي مش الدوني اللي هو السايب السايب ده حرام بصراحه في الفلوس عامل زي الميه محدش يجيبه الكيلو تقريبا ب 7 جنيه وفي ناس بتبيعه ب 6 بس هو ريحته بتروح بسرعه قوي لكن جيبي السايب ده كيس ب 2 جنيه طبعا لو عندك علبه حطي يعني ربع كده غطا في البخاخه دي ومليها ميه ولو هتجيبي الكيس اللي هو ب 2 جنيه ده برده حطيه في العلبه ومليها بقيتها ميه وبعد كده ابداي بقى رشي على الفرش بتاعك بس ما تجيبيش اللي هو السايب خالص السايب ده كانه ميه ما اي لازمه فانا بالنسبه لي كيس ب جنيه بصراحه حلو جدا وبيعطر فتره طويله قوي قوي وكان بيثبت في المفروشات يعني بيمسك في الستاير وبيمسك في في الحاجه فهو حلو قوي هنا بقى بعد ما خلصت اوضه النوم بتاعتي دخلت بقى على المطبخ بصوا عايزه اقول لكم منظر المواعين دي كانت من امبارح امبارح كان يوم كان صعب قوي بالنسبه لي بعد ما جينا من المدرسه وطبعا مرام كانت اول يوم لسه فرحت معاها المدرسة وبعد كده رحت طبعا مع محمد فتعبت قوي قوي وبعد كده رحت جبت محمد وبعد كده طبعا وديته درس ورحت جبته تاني من الدرس فكان يوم متعب جدا بالنسبة لي وجينا بقى خلصنا حاجة الأول يوم انتوا عارفين بقى بالطلبات والكلام ده كله فكنت معاهم ملخومة جدا فما عملتش أي حاجة حتى ما كنتش قادرة ان انا اشطف المواعين دي وحطها في الغسالة ما كنتش قادرة خالص خالص يعني فصلت جدا ونمت بدري أول مبارح إيه كانت الساعة كده حوالي لما انا نمت كانت 8 كنت خلاص يعني مش قادرة حتى اقوم من مكاني فقلت مش مشكله كده كده انا بصحى بدري والولاد هيروحوا المدرسه وهبقى مع نفسي اصحى بقى اغسلهم يا اما احطهم عادي في الغساله بس بصراحه هم مش كتير خالص شويه صغيرين وانا عندي كده زي ما بقول لكم الصبح بتحس ان انت عندك باور شويه زياده بتبقي صاحيه بقى كده من النوم واصلا الشغل بدري بتحس ان هو بيبقى فيه كده طاقه شويه عن اخر النهار بيبقى فيه كسل يعني لما بتصحي بعد الدور بتحس ان انت كسلانه لكن بصراحه لما بتصحي بدري بتحس ان فيه كده باور حلو قوي فغسلتهم بصراحه ما رضيتش ان انا احطهم في الغساله قلت احط يعني بقى حاجه الغدا في الغساله وخلاص لان هيكون الولاد جم وهبقى عايزه طبعا اشوف عملوا ايه وخدوا ايه بصوا الكيس اللي هو الداوني اللي في الحوت ده هو ده اللي انا كنت لسه مستخدماه في البخاخه بجد تحفه حلو جدا جربوها وهتدعوا لي يعني بجد عجبتني جدا يعني لاني طول اليوم حاسه ان ريحه الشقه فيها كده ريحه نظافه يعني انتوا عارفين كده لما زمان مثلا اما كانوا بيغسلوا بالغسالات اللي العاديه دي كنا نحس ان بريحه نظافه كده في البيت فدي بصراحه حلوه جدا ريحه الدوني كده منتشره في الشقه كلها وطبعا انا رشيت بقى بيها الشقه كلها رتبت يعني رتبت اوضه الاطفال والصاله يعني عملت يعني روقت الشقه كلها عامه بس ما صورتهاش معاكم يعني إيه ف... وطبعا عطرت الشقه كلها بجد حلوه قوي وكمان بقى لو ع... لو يعني إيه حابه عطري يعني الحمام بتاعك برضو عطريه بال, بال... بالمعطر ده حلوة قوي قوي كده خلصت ال... المواعين بتاعتي زي ما انتوا كده شايفين وخلصت ال ال الم... المواعين بتوعي وغسلت الحوض وهمسح بقى كده الحوض بتاعي بال... بالفوطه وغسلته انا مش هغسله يعني غسل جامد قوي كده كده انا لسه يومي طويل ولسه هعمل غدا وكلام من ده بصوا حاليا كده الساعه ما كانتش لسه جت مثلا يعني 11 ما كانتش جت 11 لا لسه كان بدري كانت الساعه عشرة كده فكنت مطلعه لحمه فقلت اسلقها قبل ما امشي كنت رايحه اجيب محمد هجيبه الساعه 11 ونص كده او 12 انا بصراحه بنزل من الساعه 11 ونص هو المدرسه بتاعته قريبه مني مش بعيد فانا بنزل 11 ونص كده بقف شويه بقى مع مع الممايز اللي زيي بقى نقعد بقى نتكلم عملوا ايه اخدوا ايه اخبار المدرسين ايه الكلام ده كله بصراحه انا ابني اول مره يعني يعني مرام في مدرسه خاصه محمد في مدرسه زي ما قلت لكم تجريبي فالمعامله في الحكومه شويه مش مش قوي زي الخاص طبعا الخاص بتحس ان هم بيعاملوكي كده معامله تانية خالص حتى بيعاملوا الاطفال برضو معامله تانية فلكن محمد اول يوم بس دخلنا معاه لكن تاني يوم ما رضيش يدخلوا خلاص اولياء الامور فده ده ماشي ده صح طبعا عشان الزحمه والكلام ده كله بس يعني بيبقوا لسه صغيرين كده تحس ان هم بيبقوا محتاجيننا لسه يعني انا محمد تاني يوم دخلته كان صعبان عليا أوي يعني كان كده تحس ان هو كانش عايز يدخل اصلا من غيري بس ده بقى لو اتكلمت مع اي حد هناك ما ينفعش ما ينفعش فكده يعني المهم كده انا قلت احضر الغدا النهارده كنت هعمل فته انا كده كنت رحت خلاص جبت وجيت يعني انا حطيت اللحمه تتسلق وهديت النار عليها خالص زي ما بقول لكم هو جنبي يعني هو مدرسته قريبه مني جدا فانا ما ما قفلتش عليها سبتها على نار هاديه ورحت نازله بقى جبت وجيت وبعد كده عملت بقى الرز والسلطه وصلصه الفته وخلاص على كده يعني غدا سهل كده وكان طعمها كان حلو جدا انا بصراحه ما كنتش ناويه اصلا اعمل فته انا لما طلعت كيس اللحمه ده لقيته ضاني فكنت هعمل جنبيه حاجه تانية فانا ما حبيتش الخضار اللي إن انا كنت هعمله جنب الدوني فقلت لا هنقلب الموضوع خالص بقى وهعملها فته وكمان سهله يعني بس هنا بقى اتغدينا وغسلت المواعين طبعا ما جبتهاش معاكم بقى انا يعني ايه نضفتها ودخلتها في الغساله آه ما رضيتش يعني ان انا اصورها معاكم تاني وبعد كده دلوقتي بقى آه قلت افضي طقم التوابل ده بصوا زي ما انتم شايفين كده متبهدل خالص وعايز يتغسل غسله كده نظيفه انا متعوده بصراحه كل فتره بعمل بعمل الغسله دي آه لكن الوايبس وسهلت عليا حاجات كتير يعني مثلا لما بلاقي في اي دهون او اي حاجه ممكن اجيب الوايبس وامسحه كده من بره وخلاص لكن آه هو كان وصل خلاص لمرحله ان هو عايز يتغسل بقى كله من جوه ويتنضف ويتنشف ويتحط فيه تاني التوابل بس كده فبرضو كنت عايزه كمان اظبط حاجات انا هنا بصوا الطقم ده انا حاطه فيه حاجات مش بستخدمها قوي يعني استخدامي فيها مش مش دايم فانا قلت النهارده بقى لما اغسله وارتبه هحط الحاجه اللي انا على طول بستخدمها يعني جنب البوتاجاز بقى يعني مثلا اكتر حاجه بنستخدمها كلنا الفلفل الاسود الملح الكمون السبع بهارات في حاجات كده يعني ايه او لاي حد يعني في حاجات بيستخدمها على طول في كل اكله فانا قلت هحط الكلام ده كله قدامي والحاجه اللي انا مش بستخدمها قوي غير مثلا في الخلطات غير في حاجات تانية هحطها في الدرج بتاع المطبخ فدلوقتي كده فضيته كله في اكياس اكياس عاديه خالص مش غاليه خالص النص كيلو باين بتسعة جنيه او حاجه زي كده بس كتير بيقعد معاكي وقت كبير جدا بتحتاجيه في كذا حاجه المهم دلوقتي فضيت كل التوابل الموجوده في في البرطمانات دي وحطيتها في الاكياس وغسلتهم وهشطفهم واسيبهم بقى يتصفوا إيه زي ما بقول لكم كان محتاج ان هو خلاص فعلا يتغسل حتى برضو دلوقتي هغسل الحامل بتاعه عشان برضو كان فيه تراب كتير وبرضو كان فيه إيه ما هو بص ما كانش فيه دهون الصراحة إيه بس كان فيه تراب إيه الدهون عشان انا برضو الشفاط اللي فوق البتوجاي شغالة على طول والشفاط التاني فالحمد لله يعني ما فيش فيه دهون بس كده فانا دلوقتي كده هشطف الحاجات دي كلها وهسيبها تتصفى ويقولي بقى بداتوا تخزنوا الحاجه بتاعتكم ولا ايه انا بصراحه الطماطم بتاعتي خلاص خلصت كلها من وقت ما انا ما خزنتها معاكم كده لو تفتكروا الشتاء اللي فات دلوقتي كده خلاص اخر كيس سحبته النهارده وعملت بيه الغدا إيه يعني خلاص بقى عايزه ابدا بقى اخزن ما عنديش اي حاجه خالص في الفريزر بتاعي ابيض يا ورد ما فيش فيه حتى كيس خضار كله خلص خلص ما بقاش عندي اي حاجه فقولي بقى هتعملوا ايه او هتخزنوا الحاجه ازاي بتاعتكم المفروض ان احنا بصراحه بنخزن الباميه في الصيف او اخر الصيف كده لازم اخزنها بقى وبرده عايزه كده اشتري طماطم اخزنها لازم ما بستغناش بصراحه عنها فقولوا لي كانت بتعملوا ايه خلاص كده انا كده غسلت الحامل بتاع التوابل هدخل بقى دلوقتي كده على الدرج بقى بتاعي كده بصوا انا سيبها هدخل بقى على الدرج اللي انا حاطة في التوابل اللي هو تحت البتوجاز كده على طول انا حطيت التوابل بتاعتي كلها تحتي قلت عشان تبقى سهلة قدامي بصراحة بس يعني بستسهله وكمان قريب مني فطبعا زي ما انتم شايفين كده متبهدل طبعا التراب ده كله من الرخام الرخام من ساعه ما فتحناه ودخلنا فيه البوتاجاز مش عارفه ليه بينزل الكلام ده كله يعني مسحتها كذا مره بس برضو لسه فيه الكلام ده فممكن يكون مثلا عايز بقى يعني في ماده تتحط او في اي حاجه المهم ان انا ايه, إيه على طول بلاقي الكلام دوت فانا لسه كنت بقول لجوزي يعني فقلت هجيب بتاع الرخام يشوفه إيه غسلته كده عادي بالزبونشا وهرش كده شويه إيه اللي هو إيه سيف ده وهرشه وبعد كده هغسله وامسحه بالفوطه هو بصراحه القلموتال انتوا عارفين بينضف بسرعه جدا مطبخي يا جماعه قلموتال عشان سالت عليه كتير قوي قوي وفي ناس كانت عايزه تعمل يعني مطابخها وسألتني عليه كتير هو الأبيض حلو جدا عادي وزي ما انتم شايفين كده أول ما بيتغسل بيبقى عادي خالص يعني زيه زي أي لون يعني أي لون بي أول ما بيتبهدل بت بتنضفيه بيرجع زي الفل ده برضو نفس النظام أول ما بتنضفيه بيرجع حلو قوي بس هو كمان في ميزة عن الغوامي يعني أنا كان عندي الأول البني البني بتاعي كان لما كان بيجي عليه تراب كان بيبقى بهتان كده وشكله تحس أن هو يعني. يعني مش حلو لكن بصراحة الأبيض ما بيبانش في التراب أصلا خالص فعلى طول تحس ان هو منور لكن طبعا لو فيه دهون أو أي حاجة بتبان طبعا عليه بس فأنا عايزة لكم يعني الأبيض زي غامق ويمكن الأبيض بالنسبة لي بصراحة أحلى هغسل بقى الطقم بتاع التوابل ده كمان وخلاص أنا برضو كنت جايبة معاكم لو تفتكروا طقم التوابل اللي هو بتاع أيكيا كنت جايبة منه اتنين بصراحه لما دلوقتي حطيت فيه الحاجه ندمت جدا ان انا ما جبتش اكتر من كده بس ان شاء الله هبقى اروح تاني واشتري منه كمان طقم لان هو بصراحه حلو قوي قوي وخامته جميله جدا فدلوقتي كده انا هشطف كل الحاجه اللي انا غسلتها وهسيبها برضو تتصفى هطلع بقى دلوقتي الطقم بتاع ايكيا اللي هو التوابل ده بس طبعا بصوا زي ما انتم شايفين تحت الطقم اللي هو بتاع اللي طقم طيب التوابل كان في تراب طبعا كتير معني على طول بمسحه واكيد بتشوفوني في الروتينات بس هو الرخام الاسود عامه بيبان فيه التراب بطريقه يعني صعبه هنا بقى الاستيكر ده كان خلص معايا وانا بعمله فكان لازم ان انا بقى اشتري تاني عشان اكمله صح زي ما انتم شايفين كده انا بصوا كنت ملزقه قطع يعني القطع الملزقه دي كانت بواقي من منه فانا لما حطها جنب بعض قلت كده كده مش هتبان لغايه لما اجيب كمان رول فانا جبت واحد تاني 3 متر 3 متر ب 180 جنيه بس هو يا جماعه حلو قوي قوي وخامته نظيفه جدا بجد يعني يمكن احسن كمان من السيراميك في تنظيفه تنظيفه سهل قوي قوي معاكي و... وتقيل يعني هو تقيل خامته حلوه قوي خامته نظيفه مش مثلا حاجه كده خفيفه قوي ممكن تتقطع منك لا هو تقيل معاكي وحلو قوي فانا دلوقتي كده شلت الحتت اللي انا كنت م... م... عاملها عاملاها في بعض كده وهبدا بقى اكمل الحتت اللي هي كانت لسه ما كملتش انا بصراحه جاية بقى لي فتره كبيره جدا بس مش عارفه ليه كنت مستنيه ان انا يعني على دخلت بقى الشتاء وتنظفت الشتاء اعمله معاكم هنا بقى برضو هفتح كده مكان الكهرباء بس مش هفتح للكهرباء كلها انا عايز افتح على قد الكوبس بتاع النور بس يعني خلاص كده خلصت الستيكر طبعا بقى عملت على قد ما السيراميك باين والباقي الصراحه شيلته بقى معايا يعني مثلا ممكن اتنين متر يعني حلوين برضو هينفعوني في اي حاجة تانية ده طقم التوابل بقى بتاع ايكيا بصوا جميل جدا بجد عجبني قوي قوي لما استخدمته انا بصراحة كان عجبني شكله في الاول لكن ما كنتش بطبعا فتحته ولا اي حاجة بس هو بصراحة حلو جدا وكمان الغطاء بتاعه جميل وسلس كان معاك هو بيتقفل وتفتح يعني بصراحة جميل هنشفه طبعا كويس قوي طبعا شطفته الاول عشان هو لسه جديد يعني بس بميه كده ما غسلتوش الصراحه بميه كده غسلته على طول وبعد كده سبته يتصفى شويه وفي الاخر بقى اجيب مناديل او فوطه او اي حاجه عندك وابداي نشفي الطقم كويس قوي عشان طبعا هتحطي فيه توابل ما تمسكش فيه ولا تعمل عفن ولا اي حاجه فانا دلوقتي كده هنشف كل الطقم وهجيب بقى التوابل بتاعتي ابدا افضيها فيه انا هنا هحط التوابل اللي انا مش بستخدمها على طول دي هحطها في الدرج بتاعي فهحط التوابل اللي انا مش ايدي فيها يعني دايما ده حطيت البهارات اللي هي السبعة ويعني ايه ومثلا زي البابريكا زي التوم باودر والبصل باودر والزعتر والروزماري يعني في كذا حاجة كده مش بستخدمها في كل اكلي زي الفلفل الاسود والكمون مثلا وال والحبهان الكلام ده كله فانا زي ما قلتلكوا هحط كل الكلام دوت في 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 الطعم التوابل اللي هو قدامي وفي الدرجة هحط الحاجة اللي انا مش بستخدمها على طول ده دي قرفة برضو القرفة برضو مش بستخدمها بصراحة كتير فين وفين على ما بستخدمها مثلا بحبها في الخلطات اللي هي بتاعت زي الحمام المحشي يعني في حاجات كده معينة بستخدمها فيها حطيت بقى كده البابريكا والكاري والكركم والزعتر والروزماري وحاجات كتير واللي هو الفلفل الابيض برضو مش بستخدمه بصراحة كتير غير مثلا لو في شرب او اي حاجه فبصوا انا كنت هرصهم عادي الاول فرجعت قلت لا اخليهم كده احسن عشان اشوف ده ايه بدل ما اشيل يعني كل واحد فكده احسن لي عشان اشوف انا حاطه في البرطمان ايه بس ما انتم شايفين شكله حلو قوي فقلت ان شاء الله لما اروح تاني هحاول ان انا اجيب يعني منه تاني هنا طبعا البرطمان الكبير ده حلو قوي بياخد معايا الورق اللي هو اللوري طبعا انتوا عارفين بيكون كبير فهو بيبقى حلو قوي هنا حطيت بقى في الصغير الفلفل الاسود واحط في الصغير التاني الحبهان دول بقى بستخدمهم كده على طول فانا هحط فيهم الحاجه اللي انا بستخدمها والتالت احط فيه الكمون او ممكن مثلا احط بقى في الرابع مش فاكره حطيت فيه الصراحه آه تقريبا الكزبره يعني برضو بستخدمها طبعا في الملوخيه والكلام ده كله هي الكزبره اهي تقريبا انا الملح كده كده معايا في علبه لوحده يعني فما حطوش في العلب دي هنا بقى برضو النعناع عايز برضو علبه كده كبيره فانا هحطه في العلبه دي ودي بقى كنت حاطه فيها شطه فشلتها دلوقتي ده إيه برضو طقم كده توابل حلو قوي كنت عاملاه زمان للشوربه بس ما بقتش استخدمه الصراحه فانا إيه قلت احط فيه الحاجه اللي انا برضو ايه يعني مش بستخدمها كتير زي مثلا جوست الطيب القرنفل الحاجات دي كان عندي برضو روز روزماري لسه وعندي قرفه فقلت احطهم معاها برضو هما بصراحه مش بيكرفوا ريحه على بعض ولا اي حاجه دي بقى البرتمات اللي هي القديمه قلت بقى هحط فيها بقيه التوابل يعني انا عندي كده كده توابل كتير قوي في في التلاجة لسه مش مطحونه كمان فانا قلت يعني دي هحط فيها بقيه الحاجه اللي معايا دلوقتي وبعد كده الحاجه اللي في التلاجة احطها في البرطمانات دي واشيلها في التلاجة انا بحب لما بجيب التوابل بصراحه بحب اجيبها حصى بحب نطحنها اطحنها كده بنفسي بتبقى حلوه قوي وبتشم كده ريحتها وانت بتطحنيها غير خالص لما بتجيبها من بره مطحونه جاهزه الصراحه بتبقى احلى بكتير فانا حاطه في التلاجة يعني بوكس كده حاطه في الحاجات دي فالمهم دلوقتي كده انا قلت عادي هرستهم فاضيين لغايه لما أخرج اللي في التلاجة واحطهم فيها واشيلهم بقى في التلاجة تاني البرطمانات بقى اللي هي التركي دي كنت حاطه فيها اللي هو السمسم الابيض والتاني وحاطه فيه اللي هو حبه البركه وده الملح وخلاص كده بقى الحل ده بقى بعد الغدا بقى بتاعي كان خلاص طبعا زي ما قلت لكم انا كنت حطيت المواعين في الغساله فدلوقتي كده بقى قلت الحاجه دي بقى انا كنت يعني ايه فضيت اللحمه في حله تانية اصغر قلت عشان يعني أخس... اشيلها في التلاجة طبعا تكون يعني مش حلة كبيرة المهم اصلا لقيت في الاخر كلها دهن انتوا عارفين اصلا اللحمة الضاني بيكون فيها دهون كتير كده فبصراحة رميتها كلها وغسلت بقى الحلة وخلصت كل المواعين اللي قدامي طبعا ده بقى اللانش بوكس بيجي بالمنظر ده بيبقوا بقى واكلين حاجات وسايبين حاجات فطبعا لازم برضو يوميا يتغسل طبعا انتوا عارفين يعني تبقى بقى الاكل بيبقى كله كارف كده على بعضه بيبقى شيبسي بقى على سندوتشات على فاكهه على خضار فطبعا الاولاد مش كل الاولاد يعني تاكل الاكل بتاعها كله انا يعني ايه ممكن يجوا يوم واكلين وممكن يجوا يوم آه مش واكلين انا مره جالي محمد باللانش بوكس بتاعه سليم كامل زي ما هو فعلى يعني على حسب بقى ما بياكلوا او على حسب ما بياكلوش المهم ان هو بيجي طبعا آه يعني لازم طبعا يتغسل فأغسلهم كويس جدا برضو وهسيبهم بقى عشان تاني يوم يتحط فيه الحاجه بتاعتهم وهو نظيف وأزاز الميه برده نفس النظام بغسلها كويس جدا وبملاها وبسيبها في التلاجة بقى لغايه برده تاني يوم خلاص كده هدخل بقى دلوقتي كده على الرخامات بقى هبدا كده انا كنت غسلت البوتاجاز بعد ما بعد ما حطيت المواعين بتاعتي في الغساله غسلت البوتاجاز بتاعي بالمره يعني ما سبتوش بصراحه مش نظيف فهو كان معايا نظيف فدلوقتي كده انا هبدا بقى اغسل كل الرخام اللي قدامي ده هو برده نظيف ما فيش فيه حاجه انا كنت مسحاه. بس زي تلميعه بقى اخيره خلاص انا خلصت كل حاجه فيه فزي بلمعه بقى اخر تلميعه طبعا فست الورده دي انا كنت برده غسلتها كويس و وحاطه تاني نضيفه كده وحلوه وهلمع بقى اي حاجه قدامي بقى زي ميكرويف زي فرن زي اي حاجه جالي برضو سؤال كتير قوي عن الميكرويف بتاعي هو حلو ولا ايه الصغير احلى ولا الكبير انا شخصيا بصوا مش بستخدمه خالص غير اني بسخن فيه حاجه فانا بالنسبه لي الصغير حلو جدا مش هياخد معايا مساحه تاني حاجه هيسخن وهيدي الغرض لكن الكبير بصراحه كان واخد معايا مساحه كبيره قوي على الرخامه وفي الاخر زيه زي الصغير فالصغير بالنسبه لي بصراحه حلو جدا وهو نوع حلو نوع زنوسي وكويس قوي معايا بقاله كده حوالي سنتين كويس جدا مفيش اي حاجه خلاص بقى كده هغسل بقى الحوض هو كمان حطيت هو السيف ده حلو قوي بيلمع كده الستلس اللي اللي جدا وبحبه قوي بصراحه في الحوض بحس ان هو كده في الاخر بيخلي بقى ريحه الحوض جميله وريحه المطبخ كلها بتبقى حلوه فهغسل بيه الحوض بعد ما خلصت الجزء ده كده افتكرت الرخامه التانية فقلت أه همسحها يعني يا كمان بالمره هي كانت نظيفه اصلا فعشان كده كنت ما في دماغي يعني كنت طول النهار اصلا بلمع فيها فقلت برضو بالمره المعها الاول كده سايبه الحاجه خلاص تتصفى اللي هي زي اللانش بوكس بتاع الولاد والكلام ده كله هنا بقى زي ما بقول لكم دي كنت عشان طول النهار يعني مثلا بمسحها بحط عليها الغدا بتاع فهي كانت كانت نظيفه يعني فقلت بقى لا يعني المها هي كمان مش هيجرى اي حاجه خلاص كده الحاجه بتاعتي زي ما انتم شايفين بقت نظيفه والطقم التوابل بصوا نور يعني بجد كان عليه طبق من التراب رهيبه فما اتغسل ظهر يعني ممكن ما يكونش كان باين بس هو كان حلو قوي برضو في ناس سالتني عليه كتير قوي ده انا كنت جايبة بقالي سنتين من جروب على الفيسبوك وانا وانا اصلا مش فاكره فعلا اسم الجروب كان ايه يعني خلاص انا بقالي سنتين يعني ما بقتش طبعا اكيد اشتري منهم حاجه فمش فاكره خالص هنا اخر حاجه بقى هشغل الغساله بتاعه الاطباق إيه وحطيت كده الفوطه دي عشان عندي الرخامه بتنقط ميه عليها وكده خلاص الفيديو بتاعنا خلص يا رب يكون عجبكم مع السلامه